السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ النهاردة إن شاء الله هناخد تفسير سورة الناس. وسورة الناس مكية، يعني إيه مكية؟ يعني نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وعدد آياتها 6 آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. وكلمة أعوذ معناها أحتمي، ورب الناس معناها خالقهم ورازقهم، ومعنى الآية إن إحنا بنطلب الحماية من ربنا عز وجل. ملك الناس. ملك الناس معناها مالكهم وحاكمهم، يعني ربنا عز وجل هو مالكنا وحاكمنا. إله الناس. إله الناس يعني الله سبحانه وتعالى. من شر الوسواس الخناس. الوسواسي هو الشيطان الرجيم، والخناس معناها يختفي ويهرب عندما يذكر الله. ومعنى الآية إن إحنا لما بنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان بيختفي ويهرب. الذي يوسوس في صدور الناس. ومعناها إن الشيطان الرجيم بيوسوس في صدور الناس إنهم يعملوا حاجات غلط، زي مثلا انك ما تسمعش كلام الميس بتاعتك، او ما تسمعش كلام مامتك، او تزعل صاحبك، او تزعل اخوك. كل ده من وسوسة الشيطان الرجيم. واحنا يا اصحابي لما نحس ان الشيطان بيوسوس لينا ان احنا نعمل حاجات مش كويسة، لازم نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الجنة والناس. الجن هم الجن، ومعنى الآية إن إحنا بنطلب من ربنا إن ربنا يحفظنا ويحمينا من الجن ومن الناس الشريرة اللي دايما بتطلب مننا وبتشجعنا نعمل حاجات غلط. إلى هنا يا أصحابي، ماذا تعلمتم من هذه الصورة الجميلة؟ أول شيء أن نطلب العون والحماية من الله عز وجل، وأن ندعو الله أن يحفظنا من كل الأشرار، وأن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عندما يوسوس لنا، ونقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعالوا يا أصحابي نراجع الكلمات التي في الصورة. ما معنى كلمة أعوذ؟ أحتمي. أحسنتم، معنى كلمة أعوذ أحتمي. ما معنى كلمة الوسواس؟ الوسواس معناها الشيطان. أحسنتم. ما معنى كلمة الخناس؟ الخناس معناها يختفي ويهرب عندما نذكر الله. إلى هنا يا أصحابي نكون انتهينا من سورة الناس. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.